نعم، هو يسأل حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال يأتي الرجل من أهل النار يوم القيامة فتندلق أمعاؤه فيدور بها يحملها ويدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه الناس يعني أهل النار فيقول يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر؟ فقال نعم كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. قال أهل العلم هذا المقصود به الذي ينافق الناس، يعني يأمره خبيث النفس، يعني ما هو طيب، وإنما يظهر أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكنه ليس كذلك. أما إذا كان الإنسان يعني وقع في خطأ ولا يريد الناس أن يقعوا فيه ولا يستطيع أن ينفك عنه فهذا يجب عليه أن يأمر. مثلا الحين يسأل أي شخص يشرب الخمر مثلا والعياذ بالله، هل يقبل أن أولاده يشربون؟ ما يقبل أبدا. حتى أذكر أني كلمت أحدهم وقال كنا نناقش موضوع الدخان السجائر يعني، فقال ما فيها شيء مثل الخبز أبدا، إذا الخبز حرام السجائر حرام. فقلت له ليش؟ قال هي على الضرر، الخبز يضر حرام، السجائر تضر حرام، الخبز ما يضر حلال، السجائر ما تضر حرام ما حلال. قلت طيب ممكن سؤال؟ قال لي تفضل. قلت عيالك تجيب لهم خبز؟ قال لي نعم. قلت له تجيب لهم سجائر؟ قال لا. قلت ليش؟ حرام عليك. حتى قال لي هو يعني كان قال هي من الطيبات. قلت له ليش تحرمهم من الطيبات؟ بعد الغداء انت وزوجتك وعيالك ولع لي ولعي لي، تولع حق زوجتك تولع حق العيال كل واحد سجاره وكذا وتسلطنون. قال لا ما. قلت له ليش ما يصير؟ ليش تحرمهم من الطيبات؟ انت قاعد تقول طيبات. قال لا بس المهم هي حلال بس يلا كيف كذا. فصار عناد يعني. فقصدي ان الانسان يعرف ان هذا غلط لكن ما يرضاه لغيره. فانت مطالب بامرين، مطالب ان لا تفعل المنكر ومطالب ان تنهى عن المنكر. فاذا لم تفعل المنكر فانت على خير، لكن اذا لم تنهى عن المنكر انت على خطأ. لكن إذا فعلت المنكر أنت على خطأ، وإذا لم تنع المنكر أنت على خطأين. فالأمر بالمنكر أو عفواً عدم النهي عن المنكر وفعل المنكر أمران مختلفان، فكل واحد عليه يعني اسمه. فالإنسان حتى لو وقع في المعصية يجب عليه أن ينهى عنها حتى لو وقع فيها. وذاك يقول القائل خذ برأيي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري. يعني يقول أنا مقصر لكن قاعد أنصحك، أنا لا أستطيع أن أترك هذا المنكر لكن أنت لا تفعل هذا المنكر وهكذا. طيب.